كانوا في اسبانيا يصوبوا الوراق للناس اللي ما عندهمش الوراق، الوغ كتوصل كتسنى. والاكثر دابا المشكل اللي حارقين في اسبانيا، وحتى اللي كاين في فرنسا ما عندوش الوراق هبط لاسبانيا، اللي في ايطاليا نزل طاليان في الالمان كله في جا اوروبا قال لك رايحين اسبانيا غادي يحلوا الوراق، قانون جديد غادي كان يحلوا باقي الحال. ساعة القانون ديال 3 سنين. لا كان خاصك تكون عندك او موان 6 شهور، ست شهور صافي دي بقيتها 6 شهور، ولكن تكون عندك بحال مقيد في شهادة، عندك شهادة السكنة، عندك بحال شهادة السكنة، ولا كتجيب الورقة ديال الطبيب بأنك مشيتي عند الطبيب ديال الدولة بأنك جايب 6 شهور هنايا، صافي كدير لهم، كدير لهم كونترا ديال الخدمة وكيديروا لك الوراق في ديك الوقت. شنو الوتيحات اللي كانوا عندك من ديك الساعة تصبريون؟ جاي شحال كان في عمرك الساعة؟ 18 كان عندي 19 عشرين عام، 20 عام، 20 عام جديد 20 عام. شنو أكبر تحدي دير لقيتيه من جديد؟ دابا أنت ما بقيتش مع المهنطار بوحدك حارق. ملي حطيت رجلي هو كله تحدي. شتي كنقول لك أوكي نقدر ما غامرتش فلوكة في الفلوكة.